مرحبا، أنا زياد من لبنان، مشارك ببرنامج نجوم بلا حدود على التلفزيون الآن عن فئة وثائقي. طلب منا محمد من سوريا تحدي إنه قديش فينا نشرب أكواب مي خلال 30 ثانية. حبلش عير الوقت من هلا. يلا. وهيك بكون شربت 3 أكواب خلال 30 ثانية. مرحبا، كيفك؟ كيفك؟ حالتي مزرية اليوم. ليه؟ ما حبيت الموضوع نهائيا. التاسك ممل، كليشيه قوي، كل الحاجات اللي فيه مش ممتعة. أنا برأيي كان عامله أقل بايخ. كيف حسستي بايخ أنت؟ فبعتقد ممكن يكون هذا السبب إني أخرج من البرنامج. زياد رح تكون مجلة متخصصة بأخبار الفضاء طلبت منك فيديو بيتضمن 3 معلومات مذهلة عن كوكب المريخ. عم البيئة. كيف فينا أعمل شيء عن جد كرياتيف بذات الوقت يكون خاص دوكيومنتري وبذات الوقت عم وصل معلومة بطريقة جدية؟ فهون الكارثة اللي أنا فيها هلا. مرحبا، كيفك؟ كيفك؟ حالتي مزرية اليوم. ليه؟ ما حبيت الموضوع نهائيا. هلأ بفهمك، بس أنا رح ساعدك قد ما بقدر لحتى نحنا نطلع بأحلى نتيجة ممكنة، أوكي؟ هلأ أنت رح قلك أنا من عندي شو حسيت عندك أوبشن تعمل. أوكي. فينا ناخد فكرة كونه أنت بدك تحكي عن المريخ، أنه إذا كان الإنسان ممكن يلاقي كوكب بديل عن الأرض ليعيش فيه بضمن المنظومة الشمسية تبعنا، فهو كوكب المريخ. الفكرة اللي أنت فيك تحكي فيها أنه إذا الإنسان عاش بالمريخ ممكن شو التغيرات اللي تصير على جسمه، على شكله. بتخيل هاي interesting، ما حدا كتير حاكي فيها. ممكن لأنه هي التغيرات رح تصير أول شيء نتيجة الجاذبية اللي بتفرق عن الأرض، اللي هي هناك الجاذبية بتخلي العظام ما تتحمل وزن الجسم، فالإنسان مضطر اللي بده يعيش على المريخ أنه يعمل الرياضة بانتظام، ومع ذلك هو معرض للكسور بشكل دائم. عندك موضوع تاني انه رح الغدة اللي عند الانسان نتيجة السموم اللي على المريخ اللي من تراب المريخ والغازات تبعهم بدها تصير الغدة تبع الانسان هيك شكلها الرقبة. اوكي. فيك تاخد شيء تاني كمان انه طريقة الحياة على المريخ، مثلا كونه المريخ السطح تبعه ما كتير صالح للحياة، فاذا الانسان بده يعيش فوق رح يعملوا الحياة تحت الارض ب5 أمتار على الاقل، فراح يكون مثل كيبس، مثل كهوف، وطريقة المستعمرات تبع تحت الأرض. موضوع الأكل راح يتغير
كليا عند البشر اللي راح يعيشوا على المريخ. موضوع الزراعة لساتهم لهلا عم يدرسوه ولا زال كتير صعب. بس كمان ناسا عاملة شغلة حلوة من جديد اللي هي الـ 3D printing for food. فهذا هي الوسيلة اللي راح تصير وسيلة الطعام لأول فترة لبين ما يقدروا ينتجوا هن المواد ليأكلوها. هلا تحمست على الفكرة ولا لسه؟ اللي لا انا ككونتنت اكيد متحمس على الفكره. انا مش عم اقول الموضوع مش حلو بس عم فكر يعني لما كنت عم فكر فيجوال دغري عم بتخيل 3D موشن جرافيكس. بالوقت الحالي ما في 3D موشن جرافيكس. كثير في رشز على الانترنت لمارس، في شيء معمول اوريدي 3D فيك تاخذ مو شرط صور ثابته، يعني حيكون كله رشز. يعني هلا انت فيك تستعمل الرشز بلس انك تنزل information على السكرين، طبعا معلومات اذا بدك تحكي شيء معلومه فيها رقم، الرقم اهم شيء ينزل على السكرين. بالكالرينج تلعب شوي. بس انا برايي نقطه قوتك بهاي الحلقه بهالميشن هي الفكره الجديده الغريبه اللي ما حدا بيعرفها. فكره الفيديو يكون انفورماتيف بعتقد ممكن يحبوه لجنه التحكيم لان ما حيكون في هذا التكلف بالصوره. ميرسي كثير على ريسيرش عملتي لي، زدتي لي كثير على المعلومات اللي عندي اياها. فان شاء الله نبيضها لحتى نكمل انا وياك ان شاء الله لاخر البرنامج وان شاء الله للاخر. ميرسي ميرسي. باي باي. أنا نمت كل الليل امبارحة لحتى أعمل ريسورش مظبوط ولاقي معلومة جديدة وما أحكي إشياء تقنية تهرب اللجنة. بلش النهار أني كتبت سكريبت وسجلت الفويس أوفر الصبح، بعدين جمعت الرشز المطلوبة من نازا. كيفك يا صديقي؟ كيفك؟ خير؟ كيف حول المريخ؟ كيرسي مثل العالم. كاش ما طورت شوية في المونتاج ولا؟ عم شوف هلا عملت مقدمة، عم بشوف كوت قول يعني اختم فيه. هو حكيت في الفيديو ولا بس؟ حكيت بس ما طلعت فيه يعني. هذا تاني فيديو ما بطلع فيه، خايف يجيب لي علامة واطي يعني. بس طب خليني اشوف. شوف مقدمة. اذا كان في خيار للبشرية انه تلاقي كوكب اخر للسكن، المريخ او الكوكب الاحمر حيكون فرصة النجاة الأخيرة. بداية حلوة بزاف. هي حلوة. مش عم أقول إنه مش بشعة، بس أنا عم أقول إنه هذا ما هو تصوير يعني. إيه بس عادي. ولا الجرافيك إنه أنا عاملهم يعني. طيب عادي عادي. يلا مهم يطلع حلو. طالع شوي على مثل هول القنوات الوثائقية. يعني ما في هالكرياتيفيتي. أنا خايف يقولوا إنه ما في كرياتيفيتي يعني. طيب هذا خايف يقولوا لي يعني. أنت عمل اللي عليك وشوف الحاجة اللي راك شايفها مليحة. وخلي الباقي عليهم. بالفيديو زعمتهم كلهم قبل، ولا مره لجنه التحكيم قالت انه انا عملت شيء مش كرياتيف. فانا كرمال هيك خايف هالمره اني اعمل فيديو ويطلع كليشيه من شاف عم صور عم تقطع مع ارقام مع حكي. فبعتقد ممكن يكون هذا السبب اني اخرج من البرنامج. فئة لايف ستايل مهم الدين رح تكون موقع يعنى بشؤون المرأة. طلب منك فيديو بتقدمي فيه نصائح بتساعد على اكتساب عادات مفيدة. عادات مفيدة. التاسك ممل يعني، موضوع مش يعني كليشيه قوي. كل الحاجات اللي فيه مش ممتعة. الفكرة اللي ممكن واحد يعملها بحيث ان اللي قدامه ما يملش من الفيديو، لان الموضوع مش ممتع اصلا. هاي يا حبي، ايه الاخبار؟ عاملة ايه؟ انا تمام الحمد لله. الحمد لله. مش مبسوطة انت بتطفي شكلك كده. مش مبسوطة لا. خالص، لاني مش عارفة هنصوره ازاي، فاهمة؟ مش عندي فكرة. طيب انا ممكن اقولك حاجة. اول حاجة عارفة منك طلب، عشان انا لقيتهم كلهم بيتكلموا على موضوع انت بتتكلمي بسرعة. فتكلمي بالراحة بقى والنبي الفيديو ده يعني ياخدهم بشويش كده ويرجي معاهم. لو انت بتبعتي مسج الناس بتقنعيهم فاللي محتاجين يبقى عارفين. أنا أخذت بالي من الحكاية. لو خسرت لا لا. شوفي هعمل فيكي إيه؟ ما تقلقيش يا حبيبي. مش عايزة أشوفك في مصر غير في آخر السيزون. إن شاء الله إن شاء الله، إدعي لي بس. إن شاء الله.
انت ممكن تبداي الفيديو مثلا بان انت بتعرفي الناس عن اهميه العادات المفيده، يعني ايه عادات مفيده وازاي تكتسبها وكل الكلام ده. عارفه هي الفكره، بس فكره النصايح دي بتبقى لما بتيجي تعمليها فيديو بتبقى ممله، فانت بتحتاجي فكره كرياتيف علشان ما تبقاش ممله. هقول لك بقى، انت ممكن تبداي تخشي على الناس يعني تتكلمي معاهم من غير ما تديهم نصايح، بس اكتر ان انت تكوني بتكلميهم عن نفسهم، بمعنى ان انت مثلا تقولي لهم انه عادي ان انت تغلط، ان انتوا لو غلطتوا ما تقسوش على نفسكم قوي، ما تجلدوش نفسكم، كلنا بنغلط، بس الاهم ان احنا نتعلم وان احنا نجات اوفر الغلط ده وما نكرروش تاني. ممكن تقولي لهم مثلا كونوا صبورين ودربوا ذهنكم على انه ان انت تصبر مش بس على الناس، على نفسك، عشان توصل للي انت عايزه في الاخر. فاهمه قصدي ايه؟ فهمك. تبداي تكلميهم مش ان انت تديهم نصايح على قد ما انت بتريليت انا فكرت اصلا ان انا كمان اتكلم عن نفسي، انا ان انا العادات اللي انا ما كنتش بعملها وبقيت اعملها. فاهمه بالظبط. اعملي كده. انا فكرت كده. فكرت انها تكون عني اكتر، يعني بما اني ما كنتش بصحى بدري ودي يعني بقيت اصحى بدري، ففي حاجات انا ما كنتش بعملها يعني وابتديت ان انا اعملها. بالظبط. دي حاجه تحفه. اعملي كده. طبعا. انا موافقه على الفكره دي. انا مرتاحه للفكره دي اكتر فكره، يعني ممكن في افكار امثل فيها، بس انا حاسه شويه ان ممكن لو اتكلمنا معاهم بطبيعه الشخص اكتر من انك بقى تديهم نصايح يبقى احسن. صح مظبوط. اعملي كده. طب ايه، عايزه اوصل للشكل النهائي للفكره بتاعتي قبل بكره، عشان لو بكره ممكن اصور بدري، لكن لو النهارده ما وصلتش بكره اكيد هيبقى دمار اكيد. عشر نصائح مفيدة يجب عليكم. عشر نصائح ايه؟ بوظت الفيديو. تشجعوا يعني النادي الاهلي. احنا عمالين من بدري، احنا العيد منزلش كده. تيجي انت تخش في ثانية كده يعني بتخدنا يعني. يعني شو عم تصوروا فيلم هوليوود يعني؟ شو عم تصوروا؟ لا سوري، لا ده احلى حاجة الانتاج الاعلامي. مش في ملايين هتشوفهم على الانترنت؟ من عالي مش ده ممكن. طب والله ما خلصته؟ شو صورتي؟ كم شات صورتي؟ صورت كتير يعني، صورت بتاع 10 15 حاجه كده، كلهم مشاهد مختلفه. فاهم؟ كله. لا انا دلوقتي مش عايز اقول لك، انا متعديه خالص. خلاص. لا بقى تقول لي ايه؟ جيبيني من وشي، جيبيني من الزاويه، اعملي. لا خلاص عيب عليك، انا بتخبره خالص. الميه ما اعرفش قربيها وشوفي الميه وماسكه الكاس، الميه دي تعمل لها اهميه. ليكي كل حدا بيلعب يوجا بيعمل له تمرين. خلاص انا ثلاثة. لا لا خلاص بصير هيك بالظبط يعني. انا خلاص انتقلت لمرحله ثانيه دلوقتي، يعني المفروض تتعاملوا معايا تعامل تاني خالص. كل ده عشان بس عملت يوجا مره واحده بس وعملتها غلط. والله كان عملتها صح، كنت عملتي فينا ايه؟ عن جد لو عملتيها صح شو كنت عملتي؟ بطلت تسلم علينا. اه انا بس هيك عم بفتن، عم كل واحد عم هبط له معنوياته وعم بوظ له الفيديوهات تبعوته وعم بمشي بتبوظ. اه لكن بدون لا لا يلا بالتوفيق عن جد. ما في كتير وقت. ايه لا خلاص انت حاولي منجي بعد ما تخلصي التصوير يعني. هنحاول نقعد دلوقتي انا وهي واحنا بنعمل ايه. احنا خدنا كذا لقطه فنشوف ايه ينفع وما ينفعش. يلا عن جد والله يعني شغلكم كتير عم يفرق عن جد والله، حتى عم تصير هلا انت عم تقولي. لا 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 ده بعدين هندخل على الاوسكار اخر البرنامج كده. انا عندي يلا ماشي سلام باي. ان انا بقيت اخد بوزات تصوير مختلفه يعني كلوز وحاجات من كده ما كنتش بعملها قبل كده، فعشان كده مبسوطه. نفسي لجنه التحكيم تنبسط زي ما انا مبسوطه يعني. فيديوهات المشتركين ببرنامج نجوم بلا حدود بتلاقوها كلها على القناه الرسميه للتلفزيون الان على يوتيوب. بامكانكم مشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتفاعل معها والترويج لها في حال اعجبتكم او لفتت نظركم. خلال فتره عرض البرنامج فيديو المشترك يلي بينال أكبر عدد من المشاهدات على القناة الرسمية لتلفزيون الآن على يوتيوب بيتنافس صاحبه بالحلقة النصف النهائي مع المشترك الفائز بحسب اختيار الحكام بالبرنامج، ورابح التحدي الأخير بحسب اختيار الجمهور بيفوز بالحلقة الأخيرة من الموسم الأول من برنامج نجوم بلا حدود بلقب نجم الآن. كيف الأخبار؟ تمام. كله تمام؟ كله ماشي؟ صوت مشكلة، صوت مشكلة، بدنا نشوف كيف بدنا نحله.
في 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 تقدم ملحوظ عندك هلا، صار من هلا رايح كادرات حلوه، والضوء عم بيكون حلو بالمطبخ، وبلشت بمقدمه وختمتيها مع البسمه، كله تمام انا بنظري. اول فيديو لحد دلوقتي كل مره ابتدينا نظبط نشوف الكادر، فواحده واحده بنتعلم. خلينا يعني بالفيديوهات الجايه اذا نصيحه فيك تعميها فيك لا، بس انه تفوتي شويه مرح شوي على فيديوهاتك، نشوف الليمونه مثلا اجت ايه انه تجي يمكن تفوت بالليمون اللي حدها توقع، انه عملي شويه شيء ظريف على جنب، اكيد ما اضلك مركزه على الطبخ يعني، بس بركي كمان هن عم يحضروا بتجي البسمه على وجههم بيضحكوا شوي، ساعتها هن تلقائيا اذا حبوا كل شيء حيكونوا كريمين بالعالم. هذه النصيحة لك إذا بدي حلقة جاي من اللي هيطلع، لو فضلت هعمل بالنصيحة. لا يلا إن شاء الله خير، يلا موفقة موفقة نسرين، وإن شاء الله نشوفك قريبا. صباح الخير. صباح شو اللي. الأخبار؟ الحمد لله كله منيح. كيفك أنت؟ الحمد لله ماشي الحال، هلا تنشوف مع الفيديو زي هاي. هلا تنشوف. أول الصديقات. في رفقة يرقوا سوا وبلحظة يبقى. هي كفكرة إنه حلوة، بس طريقة تنفيذها كانت شوي كان في يكون أحسن. صحيح. هلا إذا بدك تنحكي بالتفصيل، هلا بالأول شفنا كتبتي أشياء إلى عم فكر برفقاتي وهيك، ما ضروري نبلع بالمرأة مثل ما بيقولوا إنه عم فكر برفقاتي، إنه هن لازم يفهموا لحظة. هلا إنه أنا برأيي كان عمله أقل بايخ من شو هو، كيف هو بايخ، كيف حسستي بايخ أنت يعني. أنا عندي بس ملاحظة صغيرة أنه هون بس كوني عم بتصوري حالك، أنت عم تتطلعي هلأ مش بالكاميرا، عم تتطلعي بحالك إذا مني غلطة، وهي فرونت كاميرا كمان، هاي غلطة ثانية. صحيح. عدا عن أنه الفرونت أم باك، عدا عن هيدا الموضوع أكيد العادي أحسن، بس جربي تطلعي على اللينس ايه عين عليك، لحتى انت عم تقول الشعر كون حاسك عم تتطلعي فيه. كل تعليقاته كانت حلوه، كنا متفقين بقصه الفيديو رقم 2، شوي كان هو تنفيذه كان شوي مشكل هالقد، لكن خلينا نحضر رابع فيديو. فلسطين حبيبتي جميله، تعبت عنك حتى الالم، خطواتي تعرف بي اني فلسطينيه. حلو، كتير بحبه أنا كمان. هيئتني أنا كمان. لا حبيته كتير الفيديو صراحة يعني، أكيد الشعر كمان كتير حبيته. هذا الشعر مش كامل يعني، شقفة منه. لخبرك شو حبيت فكرة، أول شي صوتك بهيدا الفيديو حاضر وحاسك يعني، إذا هي قضية حاسك عم تعقنه، عرفتي يعني عطيتيها قيمتها بهوليك الفيديوز، بغض النظر عن شو الإحساس اللي لازم يكون حسيته بعيد. كان بدي أقول لك هذا الشيء أنا كتقنيات من كل النواحي، كصوت وككل شيء كامش على الآخر، إن شاء الله هيك يعني، خلي يكون هيدا المينيموم تبعك، خلي الفيديوهات الجايين بعد هلا ليك وصلنا لمرحلة حلوة، بس إنه لسه إنه الواحد بيطلع هذا الأصاب إن شاء الله. صحيح، بس خلص طالما في تركيز وفي عنا اشياء نستند لها، صرنا بنعرف نحن المينيموم تبعنا وين، حرام نرجع لورا. اكيد لا اوكي، حتى لو ضلوا مثل ما هو، بس هيدي الكواليتي هيدي اللي موجوده هون جربي ما تخسريها، وبتمنى لك التوفيق. انا يلا كسر الدنيا. يلا موفقه. شكرا. يلا باي. انبسطت انه بالفيديو الاخير كان شايف فيه تطور، وكان عاجبه الفيديو والقصيده، ف طاني طاقة إيجابية اليوم.